يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان مع بعض. يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان. كل عام ورعية المعمدان بألف خير ومحبة وسلام وعطاء. باحتفال اليوم الذي يترأسه قدس الأب أكرم مشربش الكاهن المساعد، نرحب به أجمل ترحيب، وأهلاً وسهلاً أبونا في خدمة مادبة الحبيبة الكبيرة بأهلها. نشكر نورسات الأردن على خدمته في ربوع بلدنا الحبيب لنقل صوت كلمة الحق والمحبة في كل أرجاء بلادنا. نشكر الدكتورة باسمة سمعان على استجابتها اليوم ومشاركتنا من خلال نورسات. نشكر الراهبات وأبونا السالم على التحضيرات مع الكشافة والشبيبة وخدام الهيكل والجوقة وكافة فعاليات الرعية من مدارس ولجنة المعمدان وخوية المعمدان وراهبات اللقاء رهبان جبل نيبو وأيضاً راهبات المرسيدس راهبات الجامعة. وأعيدكم رعيتي وأنتم بألف خير بهذه المناسبة الرائعة ولننطقها بحناجر قوية ملؤها الإيمان والشجاعة. يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان. يا معمدان يا معمدان أشعل فينا نار الإيمان. بسم الله والابن والروح القدس إله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أود تذكير الجميع بأنه احتفال اليوم إذا إحنا عملنا فعل توبة واعترفنا إحنا بيوصلنا في هذا الاحتفال غفران كامل لخطايانا. وأشجع الجميع إنه يتقدم لكرسي الاعتراف. أبونا فراس رح يكون موجود وأبونا سالم للاعترافات. في بداية هذا القداس نذكر خطايانا ونندم عليها لنكون مستعدين للدخول في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Thank you.
لنصلي. اللهم يا من أرسلت القديس يوحنا المعمدان سابقاً للمسيح في مولده ومماته، امنحنا أن نجاهد ببأس في سبيل إنجيلك المقدس على مثال المعمدان الذي قضى شهيداً للحق والبر. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. رجل الكهوف وربيب الصحراء والأعظم في مواليد النساء. القراءة الأولى قراءة من سفر أرميا النبي. في تلك الأيام كانت كلمة الرب إلي قائلاً: اشدد حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا تفزع من وجوههم لئلا أفزعك أمامهم، فإني هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعموداً من حديد وأسواراً من نحاس على كل الأرض وعلى ملوك يهوذا ورؤسائه وكهنته وشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقوون عليك، لأني معك يقول الرب لأنقذك. كلام الرب. ردت المزمور: لساني يحدث بكرمك يا رب، بك اعتصمت يا رب فلن أخزى إلى الأبد، بكرمك أنقذني ونجني، أرهف أذنك وخلصني. كن لي ملجأ عزيزا وحصنا حصينا لتخلصني، فإنما أنت صخرتي وحصني، إلهي نجني من يد الآثم. إنك لي أيها المولى الرجاء ومعتمدي يا رب، منذ الصبا منذ كنت في الرحم كان عليك معتمدي، مذ كنت في أحشاء أمي كنت لي سندي. يحدث لساني بكرمك وطوال اليوم بخلاصك. اللهم إنك علمتني هذا منذ شبابي، وها إني ما زلت بمعجزاتك مخبرا. القراءة الثانية قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام وبينما أبولس في قرنثس وصل بولس إلى أفسس بعدما جاز أعالي البلاد، فلقي فيها بعض التلاميذ فقال لهم: هل نلتم الروح القدس حين آمنتم؟ فقالوا له: لا، بل لم نسمع أن هناك روح قدس. فقال: فأية معمودية اعتمدتم؟ قالوا: معمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد معمودية توبة داعياً الشعب إلى الإيمان بالآتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا ذلك اعتمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكان عدد الرجال كلهم نحو 12 رجلاً. كلام الرب. Hallelujah.
الرب معكم. فصل من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان أرسل هيرودس إلى يوحنا من أمسكه وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة أخيه فيلبس لأنه تزوجها. فكان يوحنا يقول لهيرودس: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله فلا تستطيع، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا لعلمه أنه رجل بار قديس وكان يحميه. وإذا استمع إليه وقع في حيرة كبيرة، وكان مع ذلك يسره الإصغاء إليه. وجاء يوم موافق إذا قام هيرودس في ذكرى مولده مأدبة للأشراف والقواد وأعيان الجليل. فدخلت ابنة هيرودية هذه ورقصت، فأعجبت هيرودس وجلساءه. فقال الملك للفتاة: أطلبي مني ما شئت أعطك. وأقسم لها: لأعطينك كل ما تطلبين مني ولو نصف مملكتي. فخرجت وسألت أمها: ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت مسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني في هذه الساعة على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكنه من أجل أيمانه ومراعاة لجلسائه لم يشأ أن يرد طلبها. فأرسل الملك من وقته حاجباً وأمره بأن يأتي برأسه، فمضى وقطع رأسه في السجن، وأتى برأس يوحنا على طبق فأعطاه الفتاة، والفتاة أعطته أمها. وبلغ الخبر تلاميذه فجاءوا فحملوا جثته ووضعوها في قبر. كلام الرب. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون قتل النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد معا في جهنم. بسم الله الأب والابن والروح القدس، يا إله الواحد. سعد مساكم جميعا، وأنا سعيد جدا بأن أكون في هذا الاحتفال معكم، هذا الاحتفال المهيب، هذا الاحتفال بعيد قطع رأس يوحنا المعمدان. قبل ما نبلش، اللي بدي أحكي لكم إياه أنه أنا كنت بحكي مع صديق لإلي مسلم، وبيحكي لي: خلينا نشوفك يوم السبت. أنا قلت له: ما بقدر، في عندي احتفال بالرعية، عيد الرعية. بقول لي: شو هالعيد هذا؟ قلت له: عيد قطع رأس يوحنا المعمدان. قال: الله أكبر. أنتوا للمسيحية غريبين، احتفال بأنه يوحنا المعمدان قطع راسه؟ قلت له: هذا احنا، شو بدك تساوي؟ وفعلا الموضوع غريب جدا، احنا نحتفل مش بموت، يا ريت لو نلطفها شوي باستشهاد يوحنا المعمدان، لا بتكون ابسط، يعني عيد قطع راس يوحنا المعمدان، يعني العيد دموي وبنلبس عليه احمر. مش معقولين، مش معقولين، احنا المسيحيين عندنا تناقضات غريبه جدا. في انطلاقتنا في التأمل في قراءات هذا المساء المبارك، بدنا نفكر بثلاث أمور أساسية. أولاً، عظمة يوحنا المعمدان أمام، إذا تسمحوا لي بهاي الكلمة، دناءة هيرودس وهيرودية. بدنا نفكر في موضوع القيامة، وآخر شيء، إيش رسالة المعمدان لإلنا هاي السنة، أو خلينا نحكي في هذا الأسبوع نتأمل فيها أكثر. النص الإنجيلي عم بيحكي لنا عن القصة، كيف بيستشهد يوحنا المعمدان. بس إذا حبينا، إحنا المسيحية بنقرأ الكتاب المقدس كثير، وأنا بشجعكم لهذا الكلام إنه نروح للقديس مرقس الفصل السادس ونقرأ النص كلياته.
في بداية الفصل السادس يسوع المسيح اللي بيعمل معجزات وبدخل الهيكل وبدخل المجمع في الناصرة وهناك بيعلم والكل بيستغرب منه، ما هذا؟ تعليم جديد يلقى بسلطان، مين هذا؟ مش ابن يوسف ولا ابن مريم؟ ما احنا بنعرفه، من وين جاي كل هالمعجزات وكل هالتعليم؟ شو قصته هذا؟ وبعدين بيرسل التلاميذ، والتلاميذ بيكونوا سعيدين بأنهم هم كمان قادرين يطردوا الشياطين وقادرين يصنعوا معجزات باسم يسوع المسيح. وذاع صيت يسوع المسيح في المنطقة كلياتها، وهناك الناس صارت تحكي مين هذا؟ في ناس حسب النص الإنجيلي إذا بترجعوا بتلاقوا أني صادق، في ناس كانت تحكي هذا هو إيليا، هذا هو إيليا قام من جديد يصنع معجزات، في ناس كانت تحكي هذا يوحنا المعمدان قام، ولأنه قام من بين الأموات فهو قادر على صنع المعجزات. أما هيرودس، هيرودس شو كان يقول؟ هذا يوحنا المعمدان الذي قطعت أنا رأسه. وهنا بدنا نتأمل بإيمان هيرودس في القيامة. تخيلوا، هيرودس مؤمن في القيامة وإيمانه في القيامة قاده أنه يفكر أنه هذا هو يوحنا المعمدان الذي قطعت أنا رأسه، يعني أنا شفت راسه انقطع لكن أنا مآمن أنه قام من بين الأموات. لكن إيمان يوحنا المعمدان قاده لإيش؟ وبالمقابل إيمان هيرودس قاده لإيش؟ كل واحد من هذول الاثنين، هيرودس ويوحنا المعمدان، يؤمنوا بالقيامة، كل واحد إيمانه قاده لشو بالضبط؟ يوحنا المعمدان قاده إيمانه أنه يقدم حياته من أجل الحق. وعلى فكرة لليوم بعد 2000 سنة إحنا بنحكي هاي الكلمة، أنا بحكي الحق لو على قطع راسي، هاي من وراء يوحنا المعمدان قبل 2000 سنة أصر أنه يقول الحق ويشدد على الحق ويحارب من أجل الحق وانقطع راسه، وهو مؤمن بالقيامة لذلك هو مش خايف. شو بدك تسوي؟ أكثر شيء شو بدك تسوي؟ بدك تقطع راسي؟ أهلي، أنا أؤمن في القيامة، مش أنت اللي أعطيتني الحياة ومش أنت اللي بتأخذها، في حياة أخرى أنا أؤمن فيها، وإيماني في هاي الحياة الأخرى اللي بتبلش من هون على الأرض وتمتد لتمامها في السماء، هذا الإيمان عم بيخليني أعيش حياتي بأسلوب مختلف. ما في شيء بيخوفني، ما في شيء يقلقني. هيرودس، هيرودس يؤمن في القيامة وإيمانه في القيامة خلاه ميت خوف. إيمان هيرودس في القيامة خلاه ميت خوف. تخيل أنا أشوف واحد بعد ما أنا قتلته أشوفه قدامي ولا أسمع عنه أنه عايش، هاي أشباح، إشي مرعب، إشي مش معقول. لا دقيقة شوي، هذا إيمان في القيامة مخيف وهذا إيمان في القيامة مغلوط، مش هيك القيامة. القيامة هي اللي بتعطيني فرح وسلام، ما بتعطينيش خوف. إذن إيمانك مغلوط، مش بس هيك، أعمالك في الظلمة لذلك أنت عايش بهذا الخوف. يا هيرودس اصحى. أبداً، مش بس أنه يقتل يوحنا المعمدان اللي هو كان ما بده يقتله، لكن كبرياءه خلاه يقتل يوحنا المعمدان. أنا ما بكسر كلمتي، حتى لو كانت كلمة الله قدامي، لا أنا ما بكسر كلمتي، أنا كلمتي أعلى وأسمى من كلمة الله. ويوحنا المعمدان بيشبهوه في إيليا، مين اللي بيشبهه في إيليا؟ عندكم فكرة؟ يسوع المسيح نفسه، يسوع المسيح قال النبوءة بتحكي إنه إيليا بيجي سابق للمسيح ويشير إلى المسيح، ويسوع المسيح بيحكي إذا بدكم هذا هو إيليا. وفعلا هو عاش شبيه في إيليا، عاش في البرية، وانتقدوا
وحاول يقتل الملك أحاب وإيزابيل الملكة زوجته، حاول يقتل إيليا، واليوم مع يوحنا المعمدان هو يحارب من أجل الحق. ومين بيحاربه؟ هيرودس وهيرودية. عاش في البرية، عاش ناسك، إيليا نفس الشيء، عاش يحارب من أجل الحق، إيليا مش عاش ويحارب من أجل الحق وضد كهنة البعل، يوحنا المعمدان نفس الشيء. لكن أنا بدي أعمل مقارنة بين هيرودس وهيرودية مع آدم وحواء. علي الجيرس عملوا هيرودس وهيرودية، عملوا زي آدم وحواء وزيادة شوي. في سفر التكوين الله بيكلم آدم وحواء بيحكي لهم ديروا بالكم، إذا بتأكلوا من هاي الشجرة موتاً تموتا. عصوا أوامر الله بكبرياء، وإحنا بنعرف أنه انطردوا من وجه الرب، والموت الروحي اللي عاشوه يسري إلى حد اليوم. الخطيئة الأصلية من وراه. هيرودس وهيرودية مش بس سمحوا بأنهم يقتلوا هم، أنهم يموتوا، لكن قتلوا كمان واحد بريء مش ذنبه. يوحنا المعمدان اللي إحنا بنحتفل فيه اليوم، يسوع المسيح بيحكي عنه أنه هو مش بس نبي لكن أعظم من نبي. هو شاهد للحق حتى الموت، هو شاهد للمسيح، هو ذا حمل الله، هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. بيأشر وبيقول هيا يسوع المسيح، ويعتبر شاهد ليسوع المسيح زي ما كل واحد فينا اليوم إذا بدنا نقول هيا يسوع المسيح، ينبغي له أن يزيد وأنا أنقص. مع أنه بشرياً يوحنا المعمدان أكبر من يسوع المسيح، لكن قال أنا غير مستحق أن أنحني وأفك رباط حذائه. يوحنا المعمدان أعظم من كل الأنبياء، حيث أن كل الأنبياء تنبأوا بيسوع المسيح لكن ما شافوه. يوحنا المعمدان اتنبأ بيسوع المسيح وشافه، عاينه وتعامل معه، ومش بس هيك يا جماعة، ما أعظم هذا الشرف، عمد يسوع المسيح، وفي العماد كان له الشرف بأنه يكون شاهد على ظهور الثالوث الأقدس. الله يتكلم من السماء الآب، والروح القدس كالحمامة حل على يسوع المسيح، ويسوع المسيح الإبن بين إيديه هو عمده. ما أعظم هذا الشرف ليوحنا المعمدان. وكثير كثير إذا إحنا بدنا ندخل في كل التفاصيل اللي الإنجيل بيحكيها عن يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان المؤمن في القيامة ولا يهاب أي شيء، ويصارع من أجل الحق. وهنا ننتقل للمرحلة الأخيرة في تأملنا. من أجل الحق يحارب يوحنا المعمدان قبل 2000 سنة، وخلنا أقول لكم شغلة، ما مات، لدرجة أنه بعد 2000 سنة في كنيسة بتنبنى على اسم يوحنا المعمدان، لا لا، على اسم قطع رأس يوحنا المعمدان. هذا الاحتفال الرهيب، وفي غفران كامل لكل واحد بيعمل توبة وحج بهذا اليوم المقدس. يشهد للحق، واليوم قديش إحنا بحاجة لناس يشهدوا للحق في عالمنا. وفي عالمنا ما بقصد فيه بس مادبا ولا الأردن ولا الوطن العربي، أنا بقول العالم كلياته، ولا سيما في وطننا. الإنسان إنسان، وفي كل مكان وكل زمان الإنسان إنسان، وخطايا كثيرة وانحرافات كثيرة. في عائلاتنا بحاجة نشهد للحق، في شغلنا مرات بالتجارة بالخدمات بأي شغل إحنا بنعمله إحنا بحاجة نشهد للحق. ومرات كثير بقعدتنا مع جيراننا، مع أصحابنا، مع أولادنا، مع أهالينا بحاجة نشهد للحق. كيف يعني؟ بدي أعطي بعض الأمثلة، بدي أطرح مثال يمكن صار كثير محكي عنه، لكن حتى يوضح شو اللي بنحكي فيه. لما بنحكي على الإجهاض،
كلمة إجهاض هو تيار ماشي في مجتمعنا وعادي، نزلت البيبي، كلمات ومصطلحات بتحسن من المصطلح الرهيب اللي المفروض إنه نحكي عنه اللي هو الحقيقة. شو هو؟ أسوأ أنواع القتل، أم بتقتل ابنها. إجهاض، نزلت البيبي. مين فينا يوحنا المعمدان اللي يوقف يحكي لا هذا اسمه قتل مش إجهاض؟ بصراحة أنا وضعي متعثر بالبيت والشغل مش ضابط، فأنا رحت عند واحد مشعوذ ولا واحدة ساحرة ولا اللي بدكم إياه، حسب ما قالوا لي الجارات، حسب ما قالوا لي الجيران، ورحت هناك وعملت لي ورقة صغيرة ومي أحطها واحد يشربها عشان تزبط الأمور. وين في يوحنا المعمدان اللي يقول هذا اسمه سحر، هذا اسمه شعوذة؟ وإذا بدك شيء بتلتجئ لربنا مش للشيطان. اثنين متخاصمين، اثنين اخوان متخاصمين وإلهم سنين مش عم بيحكوا مع بعض. أنا ما بعرف في ماذا، أنا جديد، لكن أنا بعرف الإنسان وبعرف خطايا الإنسان، وأنا واحد من هالناس اللي بتخطأ كثير وبتوب. إذا عندي امتياز وبشكر ربنا عليه إني أسعى دائما للتوبة. اثنين متخاصمين وأنا بعرف عن هاي الخصومة، هل أنا قادر أكون يوحنا المعمدان وأروح أروح عند الأخ أو أروح عند هذول الاثنين متخاصمين وأحكي لهم ما بحق لك تخاصم أخوك لو على إيش ما كان؟ هذا أخوك، هاي حقيقة. كيف بتسمح إنك تطرد المسيح من بيتك وتخاصم وأيام وأيام ما تحكي معاه؟ مش مسموح، هاي حقيقة. لما أنا بشهد الحقيقة، الحقيقة هو يسوع المسيح وبس. إذا أنا بشهد للحقيقة، إذا أنا بشهد ليسوع المسيح، وما يهمني ما يهمني شو تكون النتيجة. القراءة الأولى لا تفزع من وجوههم، أنا بكون معك، روح وكلمهم بكل ما أنا أمرك فيه. إذا أنت قررت تشهد للحقيقة، إذا أنت بتمشي بأوامر المسيح، إذا أنا قررت أشهد للحقيقة، أنا بشهد للمسيح. وبعد هيك لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون قتل النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد معا. في عملي، في بيتي، مع عائلتي، مع أصدقائي، مع جيراني، في كنيستي، في رعيتي، واجب علي أتكلم في الحق دائماً، أكون نبي على مثال الأنبياء وعلى مثال يوحنا المعمدان، لا بل أكثر من هيك، أصير أشبه المسيح أكثر، أتكلم بالحقيقة. لكن بيعلمنا القديس أغسطينوس شغلة مهمة جداً، قول الحقيقة يجب أن لا ينتقص إلى فضيلة المحبة. أنا اسمح لي أبونا، أنا هيك أسلوبي في الكلام، أنا أسلوبي سيء، أنا بزعل كل الناس مني لأن أنا بحكي الحق. لا، أطول بالك، أنت بتحبني بتتعامل معاي بمحبة ولا فيش فضيلة المحبة عندك؟ معناته أنا واجبي يكون عندي فضيلة المحبة واللطف، هاي من ثمار الروح القدس، اللطف. أعلن الحقيقة بأفضل أسلوب ممكن. والرسالة اللي إحنا بدنا نعيشها اليوم إنه أشبه الأنبياء، أشبه يوحنا المعمدان، وأشبه يسوع المسيح أكثر. أصبح أكثر شبه بيسوع المسيح. كيف؟ أنا بحاجة أقرأ الإنجيل، بحاجة أصلي، بحاجة أتابع الكنيسة، أتابع بحياة التوبة، وأقول له عرفني بالحقيقة حتى أكون شاهد للحقيقة، مش أكون شاهد لكلامي ومعلوماتي وبحسب رأيي أنا وبس. يا رب، احنا بنصلي بشفاعة أمنا مريم العذراء والقديس يوسف، واليوم بشكل خاص وفي كل أيامنا في هاي الرعية بشفاعة القديس يوحنا المعمدان. باركنا يا رب، بارك هاي الرعية، بارك بلدك اللي شفيعها يوحنا المعمدان،
وأعطينا أن نعرف الحقيقة، أعطينا الحكمة الروحية، وأعطينا أن نشهد للحق في أيامنا. آمين. نؤمن بإله واحد. أيها الأخوة الأحباء، يوحنا المعمدان رجل الكهوف ونبي العلي وسابق المسيح ونذير الخطأ الأشقياء والأعظم في مواليد النساء، لذلك نصلي من أجل أن نعظم مع المسيح أمره ونكرم بهذه الصلاة ذكره. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تكون سابقة المسيح إلى كل أمة وجيل، وممهدة للقلوب لدعوة الإنجيل إلى الرب نطلب. من أجل عالمنا المليء بالصراعات والنزاعات، لكي يسود فيه السلام، فنعمل على نشر ثقافة المحبة بدل العنف والتسامح بدل الحقد إلى الرب نطلب. نرفع إليك صلواتنا يا أبانا الرحيم من أجل رعيتنا بكافة فعالياتها، باركها بيمينك القديرة لتشهد للحق على مثال شفيعنا المعمدان، فتعد الطريق لك بكل زمان ومكان إلى الرب نطلب. نصلي إليك يا أبانا من أجلنا جميعاً في عالم اليوم، لكي يكونوا صوتك المدوي أمام تجارب الحياة ومغرياتها، فيختار الخير على الدوام إلى الرب نطلب. من أجل الذين يميلون منا عن المسيح مع كل تجربة وريح، لكي يصمدوا على الإيمان صمود المعمدان إلى الرب نطلب. من أجل أن تتكرم أمنا العذراء وهي حاملة الخلاص وناثرة الرحمة على الناس، وتلقي في قلوبنا ما حملت رحمة وسلاما إلى الرب نطلب. نذكر جميع نياتنا وطلباتنا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من أتيت المعمدان أن يقسو من أجلك على الخطأ الأشقياء وإن كانوا ملوكاً عظماء، وأن ينقلب حملاً وديعاً بين يديك، وأن يقدم هامته مذوداً على دعوته، نسألك فآتنا أن نعيش الإنجيل سراً وجهاراً، ونحن لا نرهب قيداً ولا سيفاً ولا نار، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور.
7,000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 ,
صلوا أيها الإخوة والأخوات الأحباء إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. أعطنا يا رب بفضل هذه القرابين الكريمة أن نتبع سبيل الرشد الذي هدانا إليه القديس يوحنا المعمدان بصوته المدوي في البرية، ثم قضى لأجله شهيد الجرأة والبأس بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع لنرفع قلوبنا إلى العلى. لنشكر الرب إله. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إننا نشيد بما أتيته من آيات بينات في القديس يوحنا المعمدان إذا اخترته وقدسته ليعد الطريق للمسيح ربنا، فكان أعظم أولاد النساء قاطبة، وقد اهتز يوحنا ابتهاجا وهو في بطن أمه يوم دنت منها العذراء وهي حامل مخلص الجنس البشري، وعند مولده العجيب تدفق من جميع القلوب الفرح والسرور، وبين جميع أنبياء الدهور كان يوحنا وحده النبي الذي أشار إلى حمل الفداء، وهو يوحنا الذي عمد في نهر الأردن مبدع العماد عينه، فتقدست منذ ذلك الحين تلك المياه التي سنعمد فيها جميعا. ثم كانت آخر شهادة منه وأعظمها للمسيح يوم سفك دمه الزكي ومات موت الشهداء المجيد. لذلك إننا مع القوات التي في السماء لك يا ذا الجلال نسبح في الأرض على الدوام قائلين: أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري.
سر الإيمان. نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة. ما حضرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس صحبتنا باتيستا وجمع الأساقفة وسائل كيروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، ونخص بالذكر بطرس الحرارة ومريم صواحة واجد حدادين إمهانات، وجميع المتوفين على رحمتك. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أن تصبح مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الندى، القديس يوسف الطيب والعفيف، ومع رسل الأبطال، والقديس يوحنا المعمدان شفيعنا، وجميع القديسين الذين أرضوك جينا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القديم في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد. واستناداً إلى تعليمه الإلهي نرسل ونقول: يا من
قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي أملأ. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما، فلنتبادل سلام المسيح. هذا هو حمل الله، هذا هو الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب.
Yeah.
نسألك نحن الذين نحتفي بذكرى موت القديس يوحنا المعمدان ومولده في السماء أن تجعلنا نكرم أسرار الخلاص التي قبلناها من لدنك ونتذوق الثمار الغزيرة التي تحملها إلينا فرحين بالمسيح ربنا. إذن نصلي أبانا والسلام والمجد حتى ربنا يعطينا الغفران الكامل لكل من تاب واعترف بخطاياه في هذه المناسبة المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا أنفسنا كفاك يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد لله والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وفي الآخرة وإلى أبد الآخرين آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا لنحني رؤوسنا للبركة. بارككم الله القدير الرؤوف وأفاض عليكم روح الحكمة والفطنة آمين. أنعشكم بتعليم الإيمان وثبتكم على عمل الصالحات آمين. وجه إليه خطواتكم وهداكم سبيل السلام والمحبة آمين. بارككم الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس آمين. اذهبوا بسلام المسيح آمين.